وحول هذا الموضوع يسرنا أن يكون معنا عبر الهاتف السيد كاظم علي عبد اللطيف القائم بأعمال وكيل وزارة الأشغال. إذا سيد كاظم أهلا بك في نشرة أخبار الثامنة. لاقت منطقة اللوزي إشادة من قبل صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بجهود فريق الأمطار في الجهات الحكومية في منطقة اللوزي تحديدا، كما لقينا أيضا أصداء إيجابية من قبل المواطنين. هل حدثنا عن أبرز الجهود التي قام بها فريق الأمطار بوزارة الأشغال في منطقة اللوزي؟ يا هلا، مساكم الله بخير ومسي على جميع المشاهدين الكرام. طبعا في البداية نحب أن نشيد بالمتابعة المستمرة الميدانية من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظ الله للمشاريع الخدمية في البنية التحتية، وبالأخص فيما يتعلق بمواصلة تطوير مشاريع شبكات تصريف مياه الأمطار بشكل عام، وأيضا دعم الحكومة الموقرة لإيجاد الحلول المستدامة لمنطقة اللوزي. طبعا فيما يتعلق بمنطقة اللوزي تم إعداد دراسة شاملة لمنطقة اللوزي في فترة اللي سقطت فيها الأمطار، وتم تحديد عدد من المشاريع كحلول عاجلة لوضع حلول مستدامة لتصريف مياه الأمطار في منطقة اللوزي. نعم. طبعا كان هناك عدد من المشاريع، منها توسعة القناة المائية المفتوحة المحاذية للشارع 30 وتمديدها إلى بحيرة اللوزي، وهناك أيضا كان هناك محطات لضخ المياه، وبالتالي كان هناك حل سريع لموضوع اللي هو مياه الأمطار والتجمعات، واللي كان عندنا مشكلة في السابق، والآن الحمد لله بعد تنفيذ هذه الحلول في هذا العام لم تشهد المنطقة أي تجمعات لمياه الأمطار. طبعا الحلول هذه مستدامة، وإن شاء الله هناك أيضا مشاريع قادمة في نفس منطقة اللوزي لاستكمال مد شبكات تصريف مياه الأمطار إلى البحر، وهذا إن شاء الله راح يكون حل مستدام لن تحتاج إليه بعد ذلك يعني أي تواجد أو تواجد طفيف من الفنيين في المنطقة. طبعا فيما يتعلق بالشوارع الرئيسية وجهود الوزارة خلال فترة الأمطار، الحمد لله أمطار خير وبركة على المملكة شهدتها معظم مناطق البحرين. هناك طبعا كالمعتاد وزارة الأشغال ووزارة شؤون البلديات كان هناك تنسيق مسبق مع المجالس البلدية، وكان أثر هذا التنسيق وجهود فريق البحرين متكامل مع بالتنسيق مع مكتب سمو رئيس الوزراء مراقبة لكل شبكات الطرق الداخلية والخارجية. نعم. والحمد لله طبعا الوزارة والحكومة الموقرة وفرت جميع متطلبات ما يسهم في المحافظة على استمرارية شبكة الطرق وعدم أي حدوث أي تعطل. نعم السيد. طبعا كان في الكثير من الصهاريج والمضخات اللي ساهمت في المحافظة على انسيابيات حركة المرور على شبكة الطرق. نعم السيد كاظم علي عبد اللطيف القائم بأعمال وكيل وزارة الأشغال، شكرا جزيلا لك.